We are aware of reports that Dua Awadai and her U.S. citizen child were detained by Bahraini authorities for questioning. Our embassy there in Bahrain has met with the family. لم تكد تمضي سوى سويعات معدودة على إطلاق الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية لتصريحاته حول اعتقال عائلة الناشط الحقوق البحراني سيد أحمد الوداعي، إلا وسارعت السلطات الحاكمة في المنامة إلى السماح لها بمغادرة البلاد بعد أن منعتها من السفر لعدة أيام. لازم يكون إيماننا بقضيتنا كلش كبير، وهالظلمة أضعف وأحقر من أن يؤدون أي أحد، لأن رب العالمين في النهاية هو مسبب الأسباب، وما يمكن لأحد أن يضر أو ينفع من دون إرادة الله عز وجل. تصرف يعكس طبيعة العلاقة بين السيد وعبده الذي لا يخرج عن طوع مولاه، وفي ذات الوقت يؤكد على أن الإدارة الأمريكية قادرة على حمل النظام الخليفي على تحقيق التغيير المنشود في البلاد، لكنها ليست بوارد الوقوف بجانب شعب البحرين وعلى حساب مصالحها في المنطقة. هذه القضية التي غطتها العديد من وسائل الإعلام العالمية أعطت مرة أخرى الدليل على مدى قسوة هذا النظام وطبيعته الإجرامية، عندما ينتقم من أم وطفلها الرضيع بسبب احتجاج زوجها على زيارة رأس العائلة الخليفية إلى لندن. وهو يوضح كذلك مدى صمود هذا الشعب ودفاعه عن قضيته المشروعة وإصراره على تحقيق أهدافه في العيش بحرية وكرامة، مسترخصا للتضحيات التي يقدمها في طريق التحرر من نظام مدعوم من القوى الكبرى التي تسعى لتعزيز حضورها العسكري في المنطقة، وكما تفعل بريطانيا التي سيفتتح ولي عهدها أول قاعدة عسكرية بريطانية في المنطقة خلال الشهر الجاري. لكنه وبرغم كل تلك الصعاب، فإن النصر حليف الشعوب المقهورة، وأما الطغاة والمستبدون فإلى زوال، ولن تنفعهم عروشهم المهترئة ولا الدعم الخارجي ولا أساليبهم الدنيئة في مواجهة دعاة الحرية من الهروب من نهايتهم المحتومة.